الرقمنة، تطور وسرعة، أضحت صناعة المحتوى حتمية لا بد منها. لهذا أولت الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا به، فهو يختصر الوقت والجهد ويعطي تأثيرا بالغا قد يصل صداه إلى أبعد نقطة في العالم. ففي كل مرة تنظم بلادنا حدثا بارزا تحرص من خلاله على إعداد وتأطير الإعلاميين ببرمجة دورات تكوينية احترافية تحت إشراف أساتذة وأكاديميين. علاش كنت نقول لهم انا ميسي في لا فورماسيون؟ باسكو علاش لا بوزيسيون تاع ميسي مهمه بزاف، دونك لازم لهم يديروا البوسيبل باش يجيبوا المحتوى هذا. وحاجه واحده اخرى، باش يبرونشيو معاك لي ستوديو لازم تخرج لهم حاجه من لي نورم باش يكونسونطري معاك، يبداو يضحكوا شويه باسكو المخ تاع الانسان يخدم 45 دقيقه يكونسونطري فيها فوق هذا الماكسيموم، يعني واحد فريمون كونسونطرا. ومن بعد باش يعاود يكونسونطري معاك بيان دير لهم عفسه هكا الضحك ويكونسونطري معاك، شغل تبعث لهم ان ميساج انديريكتور. نجاح الجزائر الباهر في تنظيم التظاهرات الرياضية على غرار الألعاب المتوسطية والشان وكان الناشئين جعلها تظهر علو كعبها مجددا باحتضانها موعدا هاما، ألا وهو الطبعة 15 للألعاب الرياضية العربية. حرصت وزارة الاتصال بمعية وزارة الشباب والرياضة على مدار يومين على تنظيم دورة تكوينية لفائدة الصحفيين، وذلك تحت عنوان صناعة المحتوى الرقمي ودوره البارز في تسويق أحسن صورة للجزائر على المستوى الإقليمي والدولي. تندرج الدورة التكوينية لفائدة الإعلاميين والمنظمين للألعاب، والتي ستساهم على مدار يومين كاملين في تعزيز قدراتهم ضماناً لحسن تغطية وتسيير الألعاب العربية المقررة من 5 إلى 15 جويلية القادم. إن كافة الشركاء مدعوون إلى إنجاح هذا الحدث العربي الهام وإبراز البعد الجديد للسياسة الإعلامية الوطنية المرتكزة على العمل الاستباقي للتسويق للصورة الإيجابية للجزائر. يسعدني في البداية أن أعلم عن جزيل شكري زميلي السيد وزير الاتصال عن تجاوبه في الوقوف على تنظيم هذه السلسلة من الدورات بغرض تمكينهم من الأدوات الإعلامية والتقنيات والأساليب الاتصالية التفاعلية الحديثة وتسخيرها لتقديم الصورة الأمثل للجزائر أثناء مجريات مختلف التظاهرات الرياضية، لا سيما من الألعاب العربية في دوراتها 15. المشاركون أبدوا استحسانهم بهذه المبادرة وثمنوا مجهودات الوزارة وكل المشرفين عليها. الدورة ستكون مفيدة للأسرة الإعلامية الجزائرية لأفضل تغطية ولإنجاح الطبعة، وتكون أفضل طبعة مثل ما كان عليه في شان الجزائر شان جونفي المنصر. ويأتي هذا كمبادرة تستحق الإشادة والثناء وتؤكد عزم السلطات العمومية على تجسيد استراتيجية الجزائر الجديدة. تحية الجزائر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.